لما نيجي نتكلم عن الإقبال ونقسم الفئات العمرية، فئة من أهم الفئات اللي المفروض إن احنا نجذبها هي احنا عندنا في مصر بنقول عليها فئة الشباب اللي هي المراهقين، لكن هي طبعا وفق تصنيف الأمم المتحدة فهم ما زالوا أطفال لحد سن 18 سنة. سن 13 و14 و15 سنة نسب حضورهم قد إيه في المعرض؟ نسب الشباب تقريبا. نسب الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتعدى 65%، وده شيء مبشر جدا، لان احنا في ظل السنوات الاخيره والهجمه الشرسه التكنولوجيه الشرسه من قبل التكنولوجيا والانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي، بدات الناس تشعر بان في عزوف عن الشباب، عزوف من الشباب عن قراءه الكتاب الكتب الورقيه. لا ما زال الكتاب الورقي صامد أمام هذه الهجمة الشرسة من السوشيال ميديا وغيره، وده بناء على اللي احنا شايفينه وحضراتكم شايفين المعرض مملوء بشباب أقل من العشرين، يعني بنسبة أكتر من 65% في كل أروقة المعرض. يعني ده عظيم جدا، لكن مهم كمان ان احنا نكون موجودين على المنصات الرقمية. طبعا يكون عندنا طبعا محتوى رقمي، لأنه وده فعلا مفيش شك انه العالم كله بيتجه لده. لا هو ده موجود بالفعل، ودي ثالث سنه او رابع سنه لينا في هذا المجال، وفي رقمنه الكتب بالكامل، وفي منصه الكترونيه لبيع الكتب من خلال بيع سواء PDF او بيع كتب ورقيه من خلال منصه البيع الالكتروني. ده بالتنسيق وبروتوكول تعاون ما بين الهيئه المصريه العامه للكتاب والهيئه القوميه للبريد. طبعا دي خدمه المواطن بيطلب الكتب اللي هو عايزها بحد اقصى للبعيثه، خمس كتب بتوصل له الى ابعد نقطه في مصر فقط ب10 جنيهات. دي ما فيش حاجه اسمها كده، 10 جنيه دي ده يعني من خلال البريد، ده من خلال الهيئه القوميه للبريد. يعني ده بروتوكول ما بين وزاره الثقافه ووزاره الاتصالات، وزاره الثقافه ممثله ليها الهيئه العامه للكتاب، وزاره الاتصالات الهيئه القوميه للبريد.